مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف رئيس تحرير الوكالة الاتحادية للانباء الزميل الاستاذ محمد سلام، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتية. ما سيطلب منا سنعمله، وحيث يجب أن نكون سنكون. الكلام لنصر الله، فهل يصاب لبنان بفيروس داعش؟ يطوي لبنان بعد أيام أسبوعه الثالث من الشغور الرئاسي، فهل تنجح حكومة سلام بربط النزاع أم ينفرط عقدها؟ سيد محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، مساء الخير. لنبدأ من السؤال الذي طرحه، أو النظرية اللي طرحها زميلنا الأستاذ توني عيسى اليوم بجريدة الجمهورية، هل يصاب لبنان بفيروس داعش؟ مع تقديري للزميل توني، حط أصبعه عن نتيجة، حط أصبعه عن نتيجة، ما حط أصبعه على السبب. يصاب لبنان بفيروس داعش، يعني بدي انطلق من العراق لجاوب هون، لأن هلأ داعش هي فكرة، صورة يتم إلباسها لواقع في العراق. الكل باسم الجزء، يعني تسمية الكل تماما. داعش هي أقل فصيل مشارك فيما يجري في العراق في الانتفاضة، اللي هي انتفاضة سنية على السلطة العراقية. هل يصاب لبنان بفيروس داعش بعدين؟ يعني لبنان قبل داعش مصاب بنفس الفيروس اللي هو اضطهاد السنة، كما يضطهد السني في العراق يضطهد السني في لبنان. في مقال بارز جدا للزميل غسان شربلي اليوم بالحياة، بيقول فيه انه التقى بسياسي عراقي قبل الانتفاضة بالأنبار، قبل الانتفاضة مش قبل هال، وعدد له طلع له لائحة بإقصاء السنة عن الإدارات الأمنية والإدارات العسكرية إذا بدك الوظائف المدنية واضطهادهم، وكيف تكلفوا ناس بتنفيذ عمليات اغتيال ومعهم بطاقات تسهيل مرور إلى آخره، ذاكرة بالحرف فقرة كاملة، بحيث إذا بتقراها بتفكر حالك بلبنان. ما في شوية مبالغة يعني اليوم، هو لقلك شغلي، يعني لنكون واقعيين انه حتى الرئيس، يعني بلش بفترة الرئيس الحريري ولا الرئيس مئاتي، لا لا لا، ولا الرئيس تمام اسلام، لا لا ما يعني ما فترة الرئيس الحريري ولا ما حدا قدر فرض نقطة شو؟ نقطة امر لا يريده السنة في لبنان. يعني السنة كانوا رايدين الرئيس مئاتي برأيك؟ بس انه بنهاية يعني الامر، عفوا يعني معلش، انه بنهاية الامر انلعبت لعبة بتشوف انه الكل عم يطلعوا منها. بالعراق بتنلعب بفظاظة، هذا العراق. بلبنان بتنلعب بنعومة. فهي القصة نفسها، القصة نفسها، والقصة مش فيروس داعش. ما بدنا نحكي بالنتيجة يا اخوان، إذا ما عالجنا السبب ما منوصل نعالج النتيجة. السبب محلي. هلأ عم بيقولوا طارت الحدود بين العراق وسوريا، ويا غيرة الدين طارت المنطقة. طب ما أول حدود ألغيت هي الحدود اللبنانية السورية، أول حدود، ما من هداك الوقت ملغي الحدود، بس اللبناني كان أخذ قرار أنه يشوف وما يشوف. لما بنجي نحن بنعمل شيء اسمه النقي بالنفس، وكل يوم فايت 2000 طالع 2000 على سوريا، نحن الدولة الوحيدة التي لا تمنع شعبها من القتال في سوريا ولا تحاسب العائدين من سوريا. نقي بالنفس على المستوى أداء الحكومي ما قدرنا نعمله، ما كنا نمنع وزير خارجي، وبالتالي نصاب بفيروس داعش. نحن مصابين وصدرناه بتقديري. نحن برأيك يعني اليوم الإصابة بفيروس داعش يمكن يكون أبعد من أنه قصة انتفاضة معينة أو قصة ميل نحو التيارات الجهادية، يعني في نوع من ربما ابتزاز معين تلعب التنظيمات المتطرفة، أو بتكونوا معنا أو بتكونوا خاضعين لأمر الواقع. ما يجري في العراق يا سيدي الكريم هو بكل بساطة السنة يحاولون تطبيق
الدستور العراقي، النظام العراقي الذي رفضت سلطة الملك تطبيقه. النظام العراقي اللي تركوه الأمريكان واللي تبنوه الكل قائم على شيء واحد اسمه قانون الأقاليم، الذي هو فيدرالي، يقسم العراق إلى ثلاث أقاليم: أقليم الجنوب الشيعي، أقليم الشمال الكردي، وأقليم الوسط السني. أقليم الجنوب أهم وعاصمته البصرة وعنده نفوه، والكردي كمان، والكردي هاي المالكي على مدى مرتين يعني ولايتين من يوم اللي استلم لليوم، وإيران من عين إقامة الأقليم السني. اليوم إجوا السني قالوا بدنا الإقليم تبعنا. بكل بساطة داعش موجودة، نعم، نسبتها 20، نسبتها 15%، نسبتها 10%، في ناس عم بيقولوا أقل، بغض النظر ما بدي فوت بهذه النسبة والتناسب. كمان عم نشوف على الصبغة التي تصبغها، ما هلأ في مين عم بلبسها الصبغة؟ لحلك ليش هم عم بيحطوا على الانترنت. ايه تماما تماما تماما، مبسوطين حالهم الشباب، مبسوطين طبعا. اللي صار يا سيدي الكريم بالعراق انه ما سألنا حالنا العشائر العراقية السنية اللي قاتلت القاعدة من 4 سنين، مش هيك؟ مش هني قاتلوا القاعدة وهني هزموا؟ وقتها ليه قاتلوا القاعدة؟ لأن شو الثمن اللي أخذوه؟ أخذوه الثمن أنه سيكون لكم أيها السنة منطقتكم إقليم. ما عطوا هني، اليوم عم بيقاتلوا هني بالعراق. أنا أمضيت في العراق 7 سنوات بصفتي المهنية مراسل حربي لوكالة أنباء دولية، وبعرف العراق كتير منيح وإلي مصادري. أنا تفاجأت بها اليومين سيستوني، في أشخاص بالعراق صار لي أكثر من 10 سنين ما بعرف عنهم شيء، ما بعرف إذا عايشين إذا ميتين إذا مأسورين. جاني اتصالات هاتفية منهم بهاليومين من الموصل: من يقاتل في العراق هم السنة، السنة يقاتلون هون. كتير مهمة، في الإقليم السني، ما طلعوا من الإقليم السني، بعضهم بالإقليم السني. لذلك أنا ما شايف حرب مذهبية حتى هذه اللحظة، شايف انتفاضة سنية على سلطة نوري المالكي تطالب بتطبيق النظام العراقي. بدنا الكانتون السني، نقطع السطر. يعني لبوس الصبغة الداعشية ممتاز، انه وما يجري عرضه على الشاشات وما يجري عرضه على وسائل الاجتماع التابعة. صحيح. بنهاية الامر في واقع سيطر عليه، وطريقة عمل طريقتها هي مفروضة. حتى الإعلام العربي عم بيقول لك داعش. هيدي إلها سبب، السبب الأساسي هو إذا بدنا نقرأ استراتيجية الأمن القومي الأمريكي. لما بنحكي باستراتيجية الأمن القومي بأمريكا مش عم نحكي أمن ومداهمات وحاجز واستقرار. الأمن القومي بأمريكا هو صناعة وتجارة واستيراد وتصدير ووظائف إلى آخره، هذا الأمن القومي. حتى نكونوا استراتيجية الأمن القومي بأمريكا هي فدرلة المنطقة وتحويلها إلى كيانات فيها وكلاء لأسواق، نقطة على السطر، كيانات فيها وكلاء لأسواق. طلع معهم على الكمبيوتر مشكلة، المشكلة شو هي؟ اسمها السني. مشكلة السني هو عدد. طلع معهم في مكانين، طلع معهم بمكان بوزيتيف إيجابي اللي هو السوق. هودي بما أنه كتار مهمين، زبونات بيشتروا وبيشتغلوا وبنرجعوا بيصرفوا مصرياتهم بالسوق. طلع معهم بمكان آخر أنه هودي إذا توحدوا بيعملوا خطر، وبالتالي كيف بدنا نجمع بين السني المهم المطلوب اللي هو الزبون والشغيل، والسني غير المطلوب اللي هو إذا توحد؟ خلقوا شغلة، إقامة فيدرالية الشرق بالدم السني، كتبتها أنا من 4 أيام بالوكالة الاتحادية للأنباء. بمعنى أن يأتي الإرهاب السني يأخذ هو، ويأتي بعد ذلك الاعتدال السني ليرثه. من سيرث داعش في العراق لن يكون مصنفا إرهابيا، سواء تم ذلك بقتال سني سني أو باتفاق داعشي سني، لن يكون إرهابيا. حيجي ويحط إيده على البترول، كثير عظيم، حطينا إيدنا على بترول اللي هو بباجي وإلى آخره، شو بدهم يعملوا؟ كيف بدهم يبيعوا الشباب؟ في مشكلة بالبترول، لأنه أخذنا بترول عظيم، ما بدنا نبيعه لنجيب مصاري، بيوصلوه بالأنبوب الكردي.
والأنبوب الكردي موصول بالأنبوب التركي، بيصير النفط هذا بالمتوسط الكرادي بياخدوا حصتهم والأتراك بياخدوا حصتهم، والنفط من منبعه إلى بيعه سني سني سني. المشكلة أن لا نحول هذا النفط إلى الخط الذي يصدر من البصرة الشيعية. هذا مخطط مين يعني؟ هذا الناشنال سيكوريتي استراتيجي تبع الأمريكان. تركوله قانون، تركوله نظام للمالكي. اجت إيران والمالكي ما نفذوا، ما عطى السني حصته. لو عطى حصته للسني ما حاربوا مشايخ عشائر السني، حاربت القاعدة كلها. ليش؟ لقاء هذا الثمن، مش انه راحوا هيك هواية يعني. شو اللي بيضمن انه ما تروح المساله للاخر بموضوع في داعش؟ شغلتين كثير يعني اذا حطوا ايده نهائيا كثير مثل ما مبين كيف طبعين المناطق اللي هزم عليها. القاعده اكبر من داعش هذا اذا ما كان متفق معه وقال له شكرا ميرسي اورفار تبعت عليك. القصه انه داعش هي مشهد يلقى على جماعه حتى يتظهر لك مشهد المعتدل السني. عندك اجتماع بده يصير بأربيل قريبا، بين يعني يجمع فيه عزة إبراهيم الدوري اللي هو أمين عام حزب البعث بزمن صدام، وهو الوحيد المختفي من اللي ظهر بعد 10 سنين تماما، اللي عنده شيء اسمه جيش النقشبندية كمان هذا سني، بس هو مش إرهابيين يعني، على الأقل مش مصنفين إرهابيين. فات عليكي سيجمع في بس مصنف بعث وهو مطلوب بعث. اي تماما مطلوب، ماشي الحال. سيجتمع في أربيل وسيقرر كيف يتصرف بما سيطروا عليه. المهم ما يطلعوا خارج الإقليم السني وما حدا يفوت عليهم على الإقليم السني. طب هل ترى أن ما جرى يكرس الحدود المشار إليها، ولا عمين حكى بالوصلة مع سوريا؟ عم ينحكى عن تغيير حدود. الوزير سجعان أزي اليوم قال سجعان الأزي انه فتحت الحدود. انا قلت لك الحدود مفتوحة من زمان، بس انه التخطي الحدود السورية العراقية ومحاولة قيام كيان عبر للحدود المعترفية. وبالتالي قديش بتقدر تحتوي هذا التحرك السني وبتعطيه حقه الوطني بين هلالين العراقي بالعراقي تماما، ببطل يتمدد. عندك انطباع انه قابل لهذا الامر؟ هل هو مجرد بعد تهوير بعد بكير بعد ولا بكير. برايك انه عندما من اسمه الدوله الاسلاميه في العراق والشام؟ تماما، بس بعد بكير. لقلك ليش؟ اولا عم تابع ثلاث شغلات. انا عم تابع انه هن اللي عم بيقاتلوا بالاقليم السني ما طلعوا الى مناطق كرديه او الى مناطق شيعيه. هاي واحد. اثنين، أهم من هيك، عم تابع السيد مقتدى الصدر، بعدين السيد الحكيم والسيد السيستاني، ثلاثة الأساسيين الشيعة العراقيين. الشيعة العراقيين ها، مش استيراد أودي جوا. مقتدى الصدر كان قايل أنا خارج الموضوع، ما بقى بدي أشتغل سياسي. دعا إلى حرس السلام للعتبات المقدسة العراقية. الحكيم لبس بدلة عسكرية، سيد حكيم، وطلع وكمان دعا لحماية المقدسات. لأنه السيستاني، أنا معك، ما حدا قال بدي أهجم، قال بدي دافع. لأنه هن بداعش قالوا نحن جايين على كربلاء ونجف. ماشي كتير منيح. بعدين أنا عم سجله بوزيتيف. نعم. السيد السيستاني قال بدنا ندافع، ما حدا قال بدي أهجم. لحد هلأ ما قالته داعش أو ما نسب إلى داعش أنه أنا جاي على العتبات المقدسة الشيعية لم ينفذ منه شيء. هون دور الاعتدال السني بين هلالين او البعثي او اللي بدك اياه، هل سيسمح بهذا التجاوز او لن يسمح؟ هذا هو السؤال. تقديري لن يسمح به. هل تتوقع ان لان ساعتها بتبطل القصه عراق. ساعتها بتبطل القصه عراق، بتفتح المنطقه كلها سوا. ومش بس المنطقه، النزاع السني الشيعي ممنوع لانه عابر للقارات جلوبال. هذا ما بين حد بالشرق الاوسط ولا بس بافغانستان وايران، بيوصل بيبرم الجلوب. بيصير بامريكا وبيصير ببريطانيا وبيصير بالغرب وبيصير بكندا وبيصير باستراليا، بيصير محل ما بدك، بيصير بالبرازيل، بيصير بافريقيا. هذا ما حدا بده اياه.
هذا اللي الكل خايف منه. فالكل كيف عم بيدير اللعبة تحت عنوان ما نوصل لهاي. عندك انطباع انه رايح المسألة من الجانب الآخر إلى تقبل الأمر الواقع الجديد ومحاولة الانفتاح عليه وبحث بتكريس الإقليم العراقي يعني السني، ولا التهديدات بالتدخل الإيراني ممكن؟ مقتضى الصدر ضد المالكي. السيد السيستاني مش راضي عنه، الحكيم يعني. وبالتالي الحل في العراق كلمة بتسمعها من الأمريكان، بتسمعها من العرب، بتسمعها من العراقيين، بتسمعها من المحللين، بتسمعها من الأوروبيين، الحل في العراق ينطلق من إقصاء المالكي. نقطة على السطر. أقصوه ولا ما أقصوه، بتقديري الحل في العراق ينطلق من السماح بقيام الإقليم السني الذي ينص عليه القانون، إنه مش عم يخترعوا شيء الشباب، إنه هذا موجود بالنص. هلا برأيك إيران ستقبل بهذه إذا بدنا نقول الصفحة؟ يعني إيران الحقيقة تذكرت مشهد، بغض النظر عن مفارقته، إيران رايحة تحكي مع 5+ ألمانيا وتقول أنا مسيطرة على الأرض، على كل شيء من العراق إلى شاطئ المتوسط اللي أعلنته حدود عنا بلبنان. شوي القاعدة الأساسية بالعراق ما حقول فرطت، بس انهزت انضربت. وبالتالي بتصور أمام إيران خيارين لا ثالث لهما، إما بتضب الوضع بالعراق وتسمح بتطبيق النظام العراقي، نظام سيستام، وإما تنتظر ولادة داعش إيرانية شيعية بإيران. بأي معنى؟ بمعنى اللي صار بالعراق بصير عندها. مين بده يعملها بإيران؟ ما بعرف مين بده يعملها، بس إنه شو بيمنع؟ إيرانية شيعية بإيران. ما بتقرب هاي يعني، بس أنا عم سميها داعش تيمنا إذا بدك. بالقدرة على الانقلاب على النظام. نعم. برأيك الحدود المفتوحة مع سوريا هل ستكون يعني بمعنى آخر للمساومة من ضمن التركيبة الداخلية عبر الطاولة الإقليمية؟ إنه كل شيء انفتح على كل شيء سيستوني. اللي بيقول لك بعرف بيكون يعني عم ببالغ وعم بكذب على حاله بالأساس. كل شيء انفتح على كل شيء. استجعانا الكلمة إنه كنا مفكرين إنه التغيير حيصير داخل الحدود. هاي كانت النظرية من 3 سنين، إنه رايحين على فدرالي جوا، منحرك مجموعات، شيل هودي بيقعدوا هون، هودي بيرجعوا بيقعدوا هون. هلأ لمن يعني تم تظهير ثقب الحدود. الحدود مثل ما قلت لك مثقوبة وطايرة من لبنان من الأساس. هلأ خلاص طارت الحدود، طارت نهائيا. لحد هلأ مين بده يقطبها؟ تعرف مين فيه يقطبها؟ اللي بخاشها، اللي بخاشها بقطبها، ما حدا تاني. واللي بخاشها ما واحد، اللي بخاشها بين لبنان وسوريا الشيعي، واللي بخاشها بين العراق وسوريا السني. يعني السني والشيعي برأيك مين بده يرقط بتسوية شاملة؟ possible، فرضية، probability. قديش بترجح السيناريوهات اللي عم تحكي بتغيير حدود وسقوط سايكس بيكو بهذا الإطار؟ حلك من 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 حوالي أقل من أسبوع طلع معي تشبيه بيقول لبنان المعطوب إلى بورة الكسر، مثل السيارة اللي لم يعد، والكلام هذا صار بينطبق على الكل بقى مش بس على لبنان. السيارة اللي من ما بيعود في جدوى من تصليحها، بصير نفقة تصليحها أكثر من جدواها، ودوها على بورة الكسر. بورة الكسر مش بلبنان يعني منفك منها مراية ومسكة فيتاس وديركسيون ورفراف من بيع، نو. بورة الكسر بالدول المنتجة اللي بيجعلكها هيك وبيكبسها وبيزتها بالمصهر بالنار، بيدوبها وبيفرز مكوناتها، حديد لحال، بلاستيك لحال، كاوتشوك لحال، إزاز لحال، اللي هن نحنا. أوكي؟ بيرجع بيستخدمها بيعمل سيارة جديدة. هاي السيارة الجديدة بتضلها سر، بتضلها بدائرة التصميم بالشركة المصنعة إلى أن تظهر بالمعرض. استاذ هلأ مين منا بيطلع رفراف، مين منا ضو ستوب، مين منا فيتاس، مين منا
ديريكسيون، من منا دولاب، من منا اكس، الله الله اعلم. بس المنطقه رايحه، المنطقه رايحه عبورة الكسر، وحيطلع شيء غير اللي منه. كل ما عرفناه انتهى. ميرسي اورفوار. ساكس بيكو خلص. خلص. السيناريوهات اللي كانت عم تتوزع من 10 سنين، اذا بتتذكر الخرائط توزعت. نعم. واعيد توزيعها قبل 7-8 اشهر. نعم. اذا بتتذكر، هل بتشوفها واقعيه؟ يعني في نوعين من الخرائط توزعت الحقيقه. في خرائط اللي كانت تحصر التغيير داخل الغلاف الخارجي، يعني داخل الحدود، على اعتبار انه سايكس بيكو موجوده، وسايكس بيكو نتيجه حرب عالميه، والحدود ما بتتغير الا بحرب عالميه. هذا كان الاعتقاد السائد الى فتره من هيدي. سقطت الخرائط. هلا الجديد والله اعلم، اذا يعني اذا لبنان مثلا، اذا بدنا نحكي على لبنان، بيصغر ولا بيكبر ما بعرف. اثنين مطروحين. بنرجع لولايه بيروت وبناخذ وادي النصارى، بنصير على حدود تركيا، الله اعلم. ولا منكش منزم ما بعرف. الترانسفير السكاني اللي صار مخيف بالبلد. عندي 1.5 مليون سوري او 2 مليون سوري جايين من بلدات وقرى سوريه سنيه، خليني اقول 1 مليون منهم على الاقل حتى ما الكل، اوكي؟ فاضي اليوم، مقيم فيها مين؟ مقاتلين الحزب المسلح. هودي جايين السوريين هون عاملين يعني ضغط سكاني، عرسال صار سكانها دوب، جيب جنين تضاعف عدد سكانها. هودي قاعدين هلا ومضغوطين، هناك في ضياع فاضي فيها مقاتلين. إذا صار في حرب كبيرة، أهالي المقاتلين تبع حزب الله اللي بسوريا لوين بدهم يروحوا إذا صار في حرب كبيرة؟ بدي يروحوا على هذه المناطق؟ لوين بدي يجي؟ عند السني، عند الدرزي، عند المسيحي، أنت قال لي لوين بدي يروح؟ بس 2006 عرفنا لوين راح، هلا لوين بدي يروح؟ وين طريقه؟ إذا راح فضي هون، طلعوا هودي اللي عاملين ضغوط سكانية بيعبوا الفراغات. أنا شفتها بقبرص سنة الـ74 وقت اللي التركي احتل تلت الجزيرة. كل العسكر التركي اللي إجا على قبرص واحتل التلت الشمالي بقي واستوطن. ليه؟ لأن صار عنده قرى يونانية فاضية وما عنده سكان. كله استوطن، صار هلأ مواطن قبرص تركي. ما بتعترف فيه إلا تركيا، أوكي، بس هذا موجود. هلأ بيتوحدوا، هذا بضال. هذا اللي اسمه الترانسفير والتبدل. ايه تماما، هذا اللي اسمه نقل السكان، مثل لعبة البليار، تدفش طابي هون تروح طابي هون. الوضع مخيف. هلأ عنا وضع أكثر مخيف يا سيدي، بصيدا يتردد من يومين ثلاثة أنه في 37 مواطن من صيدا سني وشيعة اختفى أثرهم، غادروا المجمع تبع الشيخ النابلسي اللي يديروا الحزب المسلح وراحوا إلى سوريا. بسوريا توجهوا على ما يبدو إلى درعا، حيث صار في ضربة كبرى لمجموعة من حزب الله. هدول فيهم سني وشيعة، 37 اسم الناس عم تتداول أسماء، أهليهم عم يسألوا عنهم، عند حزب الله ما في جواب. راحوا عند الدكتور أسامة سعد سألوا، قال لهم ما أنا بعتهم، قالوا له سألنا، سألهم ما جاب لهم جواب. راحوا عند شيخ ماهر حمود قال لهم أنا ما خصني، جيب لنا جواب، ما جاب لهم جواب. بعدنا عم نحكي نحن في إطار ما يتم تداوله، ما قلنا في خبر رسمي، بس في أسماء، في أسماء. هلا الأهم، وهي معلومة أكيدة، إنه مبارح جهاز أمني أو بس جهاز أمني لبناني يتصل بمرجع ديني سني بصيدا لترتيب دفن. معناها هودي اللي قلنا فيهم سني اللي هني، أوكي، معناها في قتلى. لما عم بيحكي بدفن، ما حدا بيحكي بالدفن ما عنده قتيل، ما عنده جتة. بس انه يعني لحظة، ليش عم تلبسها لبس كبير؟ لا مش عم لبسها لبس كتير كبير. ها ليه؟ لحلك ليه. اولا بدك بالتجارب الماضية، كل ما بدك تدفن واحد من هودي اللي قاتلوا مع حزب الله، اذا سني بده يجي على المدافن السنية في مشكلة، خدوا دفنوا مع اللي قاتل معهم. ليش عم يتصلوا بمرجع كبير ليرتب الدفن؟ لو ما في مشكلة ما بيجي جهاز امني اضرب واطرح وبيتصل. في مشكلة، في مشكلة حقيقية.
مثل ما تساوت هذيك المرة بده تساوى. لا تساوت هذيك المرة ما خلوني ندفنه، هالمرة بتضل هيك يعني بنهاية الأمر. وبالتالي أنا عم بعطي نموذج. هلأ شو كيف منزبطها؟ كيف بدها تتزبط؟ في لهم أهل هوا وهولاد صيدا أو سكان صيدا يعني مقتنعين هن بنهاية الأمر. هن ما أنا ما عم نعيش قناعتهم يا حبيبي، أنا ما عم نعيش قناعتهم أبدا، كل إنسان هو وقناعاته حر بيعمل اللي بيريده. بس بالنهاية ما في شك، ما في اثنين بيختلفوا إنه هيدا لا ينسجم مع التوجه العام للطائفة السنية، وبالتالي بده دفن يتم. كيف بده يتم؟ منحرك الأجهزة الأمنية، منوقف إلى آخره ودفنون. شو منكون عم نعمل؟ كنا عم نعمل أمن واستقرار ولا عم ننفخ على النار؟ هيدا لما بتتعاطى مع النتيجة بدون ما تتعاطى مع السبب. لبنان هل قادر أن يحيد نفسه من هذه المشكلة؟ لم يكن يوما راغبا، مش قادرا، لم يكن راغبا. اليوم ما كمان منه راغب، منه ما بيقدر يعمل شيء، خلص ما بيقدر يعمل شيء، انتهينا. كيف بدك تحيد حالك يا سيدي الكريم؟ فخامة الرئيس ميشيل سليمان لما راح على المملكة العربية السعودية وسألوا خادم الحرمين الشريفين، وهذا ما سر نشر، قال له ليه ما منعته حزب الله انه يروح على سوريا؟ عمل له مطالعه طويله عريضه انه تنعكس على الجيش، طلع بالنهايه اوكي الكونكلوجن تبعه. شو يعني تنعكس على الجيش؟ من هذاك الوقت ما قادرين، وغيرها تنعكس على كل الناس مش بس على الجيش. انا مش عم حملها للجيش، حدا يفهمني غلط. هلا سالتني على قصه صيدا ليش مهمه؟ لان احنا مقبلين على ذكرى معركه عبره، ذكرى معركة عبرة وما صاحبها وأحاط بها من تشويه. يعني حدا يفهمني غلط، أنا ما عم بحكي على القتال بين الجيش والمجموعة المسلحة لأحمد الأسير، هذه بالقضاء بغض النظر عن الموقوفين اللي مضربين عن الطعام واللي صار في جزء منهم بالمستشفيات واعتراضاتهم أنه حاكمونا وإلى هاي. شو بدي فيها؟ لا يستطيع أحد أن ينكر أنه في طرف ثالث كان موجود بهذاك الوقت. أنا ما عم بقول مع الجيش، ولا عم بقول على خط الجيش، ولا عم بقول بالمشاركة مع الجيش، بس في مين كان موجود؟ لم تتحرك النيابة العامة اللي وقفت كلها، ولم تتحرك النيابة العامة. ما حدا يعني، ما هودي تبع الشرايط الصفر اللي نزلوا واللي طلعوا إلى هودي، ما عملوا شيء. هو لمين أساءوا؟ لأهل عبرة ولا للجيش؟ هذا السؤال. اللي ليش مهم كيف بدهم يدفنوا؟ لا في مشكلة، خلينا نكون واقعيين. طيب انه بنهاية الامر هذه المشكلة تعني انه في طرف اراد قرر ان يواجه عسكريا الواقع القائم؟ اي واقع. انا ما عم قلت لك، انا ما عم بحكي على القتال، لا بحكي عن كل الفكرة، فكرة الدفن القتلى ولا فكرة ما بعرف شو بده يصير. انا ما بعرف، المشهد مش مطمئن، المشهد مش مطمئن. قلت لك موضوع القتال بين الجيش اللبناني والمجموعة المسلحة للشيخ أحمد الأسير بالقضاء ما بتعاطى فيه، بس في حدا يقول ما كان في طرف ثالث هونيك؟ خليني نروح معك ل حدا يقول انه هودي مش هن اللي قوصوا على مجدليون، ومش هن اللي فاتوا على بيوت الناس، ومش هن اللي خطفوا؟ طب هودي لا يلاحقهم القانون اللبناني؟ خليني اسألك بعد سؤال بهذا المحور بيكون تقريبا ختام لإله. اليوم بين ان تجر الحرب المفتوحة الاستنزافية بين، لنقلها صراحة، بين السنة والشيعة، أو انتظار تسوية إقليمية معينة يمكن أن تحمل شكل من أشكال ترتيب الوضع، برأيك أي سيناريو بترجح؟ ما بعرف، صعب، يبدو الامر فالت. يعني وقت بتطلع قيادات السنيه اليوم بتواض، يعني يا ريت طلع بايدها شيء، يعني ما حدا سالها عن رايها. الموضوع اكبر، السياره صارت ببورت الكارسر يا استاذ. بس منك شايف كمان ما بقى إنه ما بقى فيك تغير لها فيتاس من هون، دبرياج من هون، مرايه من هون، خلصت خلصت خلصت. الله يستر الله يستر. يعني ما حدا راغب باللي بده يجي، نحن عم ننفخ على الجرع، عم ننفخ على اللبن، نحن خايفين، نحن خايفين. نحن بشر، هذا بلد، نحن ناس، نحن عنا بيئة وعنا أهل وعنا
عنا وطن يا أستاذ، عنا وطن نحمل هويته. بس إنه اليوم القيادات التي تأخذ الموضوع بحكمة وروية بانتظار التسوية الشاملة، ما برأيك هذه أفضل طريقة لمعالجة الموضوع؟ سألني إذا هذا المطلوب. أنت سألتني إذا إياها بترجع. نعم مثلا بشكل مباشر. أتمنى، كلنا نتمنى. يعني مين بده الخراب؟ أي غبي بده الخراب؟ يعني بعض الأصوات اللي بتقول إنه لازم أن تواجه المسألة بالقوة ورد. يا سيدي ما هو القهر يولد الانفجار. بعد فيك تنفس الناس؟ ما قلنا اللي صار بالعراق نتيجة القهر، والتفجيرات اللي صارت قبل نتيجة القهر، كلنا عم نلحق النتيجة، ما حدا عم يلحق السبب، والسبب ما قادرين نعمله بكل وقت. نحن الدولة الوحيدة في الكون التي لا تمنع شعبها من القتال في سوريا ولا تعاقب العائدين. جيب لي غيرنا إذا بتريد، طبعا باستثناء المالكي، جيب لي غيرنا. مش كل الدول، كل الدول مين بيسترجي يروح على العراق ويرجع؟ إذا ما لقطوه رايح بلقطوه راجع. الغرب كله، الدول العربية كلها، منين فاتوا كل هالمقاتلين الأجانب؟ فاتوا قبل ما تطلع هالقرارات، وتسللوا وهربوا. بس مش كل الدول أعلنت إنه ممنوع يروحوا وعم توقفهم إني ورايحين، واللي ما بتوقفه ورايح توقفه وراجع بس يرجع. مش هيدا المعلن. مش هيدا الصوت، هيدا المعلن، هيدا طبعا زي نحنا لا بالمعلن ولا بالخفي. استاذ يفتح الله. برأيك، رأيك الخاص، مش حكمة أكثر أن تنتظر التسويات السياسية؟ من الحكمة أن تنتظر. هو ليش، هل هناك خيار غير أن تنتظر؟ في ناس عم تدعي للمواجهات، تدعي للمواجهات على طريقة الواوي بلع منجل، تسمع عويل وآخر الليل. يعني مين عنده خيارات؟ يعني فيما يتعلق أساسا من انتخاب رئاسة الجمهورية ونزول. أثرت انتخابات رئاسة الجمهورية، خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني وندخل مباشرة في هذا الاستحقاق. هل اعتاد اللبنانيون البلد بلا رئيس؟ محطة ونعود إلى الأستاذ محمد سلام. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، ضيفنا الكاتب السياسي الزميل الأستاذ محمد سلام. أستاذ محمد، ما قاله، ما سيطلب، ما سنعمله، وحيث يجب أن نكون سنكون، هذا السيد حسن. نعم نعم. باعتقادك موقف مبدئي ولا ممكن أن تكون له تطبيقات جدية؟ ممكن نحط بإطار المعنويات، في ناس بتحطه بإطار موقف تصعيد تهويل. موقف واقعي وصادق مطلوب من بقية الناس تفهم أنه ما يطلب منه الرجل ينفذه. قالوا نيها بكل اللغات، ما بدهم يفهموا. بيقولوا له فكر وتلبنن يا أخي. ما في فكر ولا يتلبنن ولا يتعربن ولا يتفرسن. هذا التنظيم كله سوا هو جهاز يؤمر فينفذ. بارح قالوا نيها عاك بلاتلي علنا أنه أخي حيث يطلب منا أن نكون نكون، وحيث يطلب منا ما وما يطلب منا أن نفعله نفعله. برأيك التصعيد والتهويل بالداعش ما بتعطيه رصيد لحزب الله ببعض الأوساط الخائفة من هذه الحركات المتطرفة؟ اسمعنا بعض الأوساط مين يعني؟ أوساط يعني خلينا نحكي حتى عند المسيحيين. حتى أوكي أنا هذا سؤالي. حكى ماذا لو وصلوا؟ لا، في بعض الأوساط عند المسيحيين مدعوشي قبل الخوف من داعش. بس لا هلا معلش، بس ما زادت هلا برأيك؟ يعني لا زدت ولا قلت. اللي كان بده يكون معه على قاعدة إذا ربح الشيعي أقلي وإذا ربح الشيعي بنربح معه، بعده معه، ما تغير شيء. تسلم لي. على مستوى الخوف، مش عم نحكي على مستوى التحالفات والاستفادة من انتصار حليفنا. شف لي مسيحي ب14 أدار خايف مثلا. ما برأيك خايفين؟ شف لي حدا. شو رح يحطوا؟ ما في حبيبي اللي بده يخاف قبل. إذا العدو هو داعش، اللي بده يخاف قبل نحنا. معلش
اجمالا مزبوط ما بيوفروا ولا مش ببلشوا هو. اللي بده يخاف اذا في خوف حقيقي من بعبع اسمه داعش بده يخاف سني اول واحد. انت منك خايف؟ لا ماني خايف، ماني خايف ابدا. خلينا نفوت بملف رئاسة الجمهورية. اليوم نقلت صحيفة السفير على ما أعتقد، سفير زميل نبيل هيثم عم بيقول أنه الرئيس إسلام والرئيس بري بيستقين من فكرة مصادرة المؤسسات الدستورية أو إصرار المسيحيين على تعطيل وبخاصة البطريرك عم بدعي إلى تعطيل السلطة التشريعية. البطريرك عم بدعي لحتى أفهمها البطرك أنه ما بدنا تشريع قبل ما يصير في انتخابات رئاسة الجمهورية. يا سيدي في مشكلة حقيقية بكل بساطة، وهي في بالبلد توجه بيقول رئيس جمهورية لبنان المسيحي هو الرئيس المسيحي الوحيد من المحيط الهندي إلى شاطئ المتوسط، وبالتالي فليرشح المسيحي شخصية أو شخصيتين ونحن بننتخب، ولكن لن نفرض، وهذا تحديدا موقف سني إذا بدك، لن نفرض على المسيحيين ولن يسجل علينا التاريخ أننا اخترنا للمسيحيين رئيسهم. نحن شركاء وأهل ولسنا قوة احتلال، يعني نحن لسنا جيش الأسد ولسنا إيران، نحن أهل. وبالتالي أنا ما بيجي ببيتك بقرر مين بده يصير، بقول لك يا حبيبي اعطيني زينتك تحطه على راسي. هلا في مشكل إنه القيادات المحلية المسيحية ما قدرت بلور هاي الصيغة وتقول بدي هيك وبدي هيك، لسبب بسيط جدا، إنه في مين ترشح وفي مين ما ترشح، وفي الأستاذ هون ريح له بالنص. بالنهاية حتى ما فوت بالتفاصيل اللبنانية اللي بتضيع وبتلت وما بتجيب نتيجة، الخيار الأول اللي بيمشوا فيه كل السنة بلبنان وبالإقليم، والإقليم إذا كانت القصة إلها علاقة بالإقليم يعني المنطقة، هو الخيار المسيحي. إذا الموضوع تعدى الإطار المحلي صنع في لبنان ولم يعد القيادة المسيحية المحلية قادرة مشي، فهو يذهب إلى القيادة المسيحية العليا أي الفاتيكان. هذا نهايته هونيك، وماذا يقرره الفاتيكان يمشي به السنة. الفاتيكان لا يتدخل. إذا القيادة المسيحية المرجعية المسيحية الروحية المحلية ما قادرت حل مع المسيحيين، مين بده حل؟ لن يسجل التاريخ على السني اللبناني أو العربي أنه اختار هو للمسيحيين رئيسه. والشيعي أيضا هو حر، الشيعي عم يختار بالأداء، مشتركة كمان الشيعي عم يختار، هو حر الشيعي كمان أخذ ذات الموقف يعني ولا ما فيك تعطيه ولا رصيد؟ ما بشو بدي أعطيه رصيد، ما توكزني إنه عمليا ما فرض تماما، بس اللي عم بيعطل هو مش هيك؟ إلا إذا غلطان بالعدد أنا بالمونتاج. نزولاً عند رغبة الجنرال. أوكي عظيم، الجنرال نزولاً عند رغبة مين عم بيعطل؟ أنت برأيك مين؟ هل يمكن أن ينجح؟ نزولاً عند رغبة من ينتخبه. طيب، هل تعتبر أن في حظ لنجاح الحوار بين الرئيس الحريري والعماد ميشيل عون؟ ما عندي معطيات الحقيقة، ما بعرف. رأيك الخاص من خلال المتابعة؟ ما عندي، ماني متابع الموضوع، ما عندي معطيات. هل تتمنى أن ينجح مثل هذا الحوار؟ هل أتمنى أنا أن ينجح مثل هذا؟ أنا لبناني مسلم سني، لا أتمنى أن ينجح أي حوار مع ميشيل عون. ولماذا برأيك يمكن أن يكون الرئيس الحريري رأي مخالف؟ ما قلت أنا أنه لح يكون له رأي مخالف، ولا قلت حيكون له رأي هيك، قلت لك ما عندي معطيات ما بعرف، ما قلت لا هيك ولا هيك، قلت أنا ما بعرف. سألتني عن رأيي قلت لك رأيي، علما أنه أنا مواطن لا دور لي بكل هاي اللعبة، يعني المواطن اللبناني لا ينتخب. ذكرت بالفعل وبالتحديد صحيفة لبنانية، هلأ بشوف مين أنا عم بتذكر صبح، أنه الرئيس عون سيقترح غدا مساء أن تتقدم الانتخابات النيابية
بجريدة الأخبار الزميلة ميسم رزق نعم أنه سوف يتقدم العماد عون باقتراح أن ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب على دورتين. هل بدها تعديل دستور؟ نعم. هل برأيك بدها تعديل دستور؟ هل برأيك مثل هذه الفكرة مقبولة بالأوساط الإسلامية في لبنان؟ هلا إذا بده ينتخب بدنا نشوف بالأساس على يعني شو المشروع كله، كيف اللي قالوا بيقول ينتخب على مرحلتين. نعم. مرحله من شو يعني قديش هون وقديش هون، يعني ما بعدها مش واضحه القصه. لانه بتنعمل دوره للمسيحيين بيشاركوا بيختار اثنين وياتي المسلمون بعد ما قالوا هن ما قالوها هيك، نحن عم نفهم لا ذكرتها اليوم الجريده. اوكي بيختاروا اثنين ويرجعوا المسلمين بيختاروا من اثنين واحد. نعم. بدها بحث، بدها درس، بدها درس. بدنا نشوف ساعتها نحن عم ننقل من نظام لنظام، عم ننقل من نظام الجمهوري البرلماني الى النظام الرئاسي، عم نتغير النظام كله. مش بالضروره فيها تضل ذات الصلاحيات. لا ما فيها تضل ذات الصلاحيات، ما بيجوز يعني. ما بتكون عم تستهزئ بالشعب. نعم بس استاذ محمد قلت انه النظام اللبناني ينطوي على الكثير من المفارقات والغرائب. هو نظام جمهوري برلماني، نحن عاطين تفويض ل 128 شخص هن بينتخبوا رئيس. هلا بدنا نجي نحن البشر ننتخب رئيس. طيب وبالتالي بدك تغير النظام، بطل جمهورية برلمانية، صار النظام ما موجود. هذا الكلام اللي عم ينحكى هذا ما موجود، بدع. في نظام رئاسي، نظام رئاسي الرئيس له صلاحية لأن شعب منتخبه، في احترام للشعب. إلا إذا العملية كلها سوا كيف نستغل الشعب لنركب على الشعب، هي موضوع آخر. بس لما منفوت بنظام رئاسي عندك رئيس منتخب من قبل الشعب، بيبطل عندك حتى وزراء. بأمريكا اسمه سكرتيرية حبيبي، سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية بصير عين. ليش؟ لأن معه أعلى تفويض بهي الأمة هو من الشعب. وبالتالي بدأ درس القصة، مش هيك إنه مش ترقيع يعني خيش على خام على جوخ على مكسير. خليني أسألك بعد عن الحوار المرتقب بين الرئيس الحريري والأستاذ وليد جملاط، هل ترى أن ما كان يباعد قد انتهى؟ أنا لم أرى يوما أن هناك ما يباعد، يعني ما شفت بين دوت الرئيس حريري وليد بيك جملاط، لم أرى ما يباعد. اختيار الرئيس مئاتي، انتفاضته على السينسين يلي كانت صايرة، والكل كان موافق على السينسين، هو انتفض انه انا لا ابلغ بهذه الطريقه الاستاذ وليد جملاط. الكل كان موافق على السينسين والكل رجع رفض، وفي مين رقص وقت سقطت السينسين كان بلعب العرض وعلى الاني هون. انه ما لم ارى يوما فعلا بصدق بامانه ما يعكر العلاقه او ما يسيء الى العلاقه او ما يضرب العلاقه بين دوت الرئيس الحريري ووليد بايك جنبلاط. يجب أن لا ننسى حقيقة أن أول من دخل قصر قريطم عندما كان شاغرا إلا من الناس المفجوعة اللي عم تبكي، أول من دخله هو وليد جنبلاط. هل نسي برأيك الرئيس الحريري السيد الحريري نسي هذا الأمر؟ لا يمكن أن ينسى. أنا بعرف وفى بيت الحريري شو، أنا بعرف الوفى شو. لا لا بيت الحريري أوفياء يعني، مش هذا الحكي واللت اللي بيكتبوه الجرائد المغرضة طحنك هذا. نأتي إلى الفقرة الأخيرة من حلقتنا، فقرة أسرار اليوم. اخترنا لكم من صحيفة المستقبل، يقال إن مصادر دبلوماسية غربية أبدت تخوفها من انفجار عسكري كبير في جنوب لبنان في حال فشل محادثات 5+1، وأعادت إلى الذاكرة تصريح مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الجنرال يحيى رحيمي صفوي عن أن حدود لبنان تنتهي في الجنوب. هذا اللي كنت عم بحكي مع حضرتك فيه لما قلت لك إن صار ضربي هون وين بيروحوا هالناس، بتكون إيران متآمرة على تهجير الشيعة وعم تشتغل على الترانسفير بدها تاخذهم على سوريا. برأيك اليوم حزب الله وحتى إيران بظل هذا الواقع عندها مصلحة تحرك الجبهة الجنوب؟
ما بعرف الحقيقة الإيراني كيف عم بيحسبها. أنا شايف إنه الإيراني طالما عم يدفع من اللحم اللبناني هو ما حاسس بالوجع. ما عم يدفع من اللحم الإيراني، ما ببلش يحس إلا بس يدفع من اللحم الإيراني، يدفع من اللحم اللبناني الشيعي الجنوبي اللي بيقطعي. يعني خلينا نكون واقعيين، احنا بشر. نعم، بس انت حدثتك من شوي كمان قلت انه النزاع سني شيعي بغض النظر عن القوميات. قلت ليش بده يكون هذا اللي ما حدا بده اياه؟ اذا بده اياه يحيشيله، وهو ساعتها بيشوف كيف بيطلعوا منه شيعة. ليش ما بالمقابل بيكون التخوف هو جراء حركة شيء اسرائيلية او رغبة اسرائيلية بالاستفادة من انغماس حزب الله بما يجري في سوريا لتغيير قواعد اللعبة في جنوب لبنان؟ إسرائيل بتعمل أي شيء، مش همي شو بتعمل إسرائيل، همي مين بيعطيها أوراق لتعمل لإسرائيل، وهمي الناس اللي بدها تتعتر وتتشحر وين بدها تروح. هذا همي، همي الناس، همي الناس. أحدهم في 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 بلدة جنوبية الأسبوع الماضي، يعني شيء موجع حقيقة، عم تيجي التوابيت مقفلة من سوريا وتدفن، تدفن علما عند المسلمين تفتح التوابيت. أصر أحدهم بده يشوف أخوه، وعادة الشهداء بين هلالين لا يكفنون، فتح طلع ما أخوه. تعرف شو عم بيصير بهول الناس المساكين؟ أكل حال بالمقابل حزب الله يقول إنه الأطراف الأخرى لم تعد تضع إسرائيل في المرتبة الأولى، بل صار عدو إيران والشيعة وليس إسرائيل. والله يا أستاذ إسئل، اللي عم بيطلع العملاء من السجن قبل ما يخلص يمضوا عقوبتهم، يعني اسألوا مين مع إسرائيل. الناس اللي ضد إسرائيل بعضها ضد إسرائيل، وإسرائيل بعضها أولوية في العداء. لم يقل أحد أن إسرائيل لم تعد عدوا، بس زمن أحادية العدو انتهى، صار عنا أكثر من عدو، بده يسمح لنا السيد حسن. بس كمان بنشوف نحن أنه وسائل الإعلام حزب الله هي التي تعترض على الإفراج عن الناس المعتقلين بتهم العمالة لإسرائيل. مش بس هني، في غيرهم عم بيعترض، في غيرهم عم بيعترض، مش بس هني، هني ظهروها كتير صح. يعني عم تحكي على جريدة الأخبار واللي كتبته اليوم، موقف جيد، وما حدا بيقدر يناقش بهذا الموقف، وما حدا مع هذا الإفراج. أنا بدي أسأل إمتى دخلك أو لك بيطلع ميشيل سماحة؟ قبل ما يتحاكم ولا بعد ما يتحاكم؟ نحن بهذا البلد يا سيدي، نحن بهذا البلد اللي منقول نحن ننقى بنفسنا عن سوريا وما منمون على وزير خارجية شو بده يحكي، مش المقصود سيد جبران قبل، أوكي؟ ونحن ننقى بنفسنا، منفوت 5000 ومظهر 5000 ونحن ننقى بنفسنا. شو كيف هالحكي هذا؟ قديش بتعتبر انه الإمكانية ان يحصل شيء في الجنوب وردة؟ ما بعرف، ما فيني اتنبأ بهذا الموضوع، لكن البوابة مفتوحة على كل الاحتمالات، المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات. ما بعرف من له مصلحة في التفجير اولا. إسرائيل عندها مصلحة؟ ما بعرف، إيه ما بلك، ما بعرف من له مصلحة في التفجير أولا. أستاذ محمد سلام الكاتب السياسي، أهلا بك في أم تي في. شكرا. مشاهدينا بنشكركم للمتابعة، وتذكير أنه بإمكانكم تتابعوا آخر الأخبار عبر صفحتنا أم تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، وأم تي في لبنان نيوز على موقع فيسبوك، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا وإلى اللقاء.